دلوقتي هنتكلم عن البروبابيليتي سامبلينج او الانبايزد سامبلينج. البروبابيليتي سامبلينج هنجيب مجموعه بوبوليشن من 30 فرد وهنحطهم قدامنا ونبدا نعمل التجارب. البروبابيليتي في ثلاث انواع. انا راجل كباحث بشتغل هشتغل على البروبابيليتي سامبلينج، عندي ثلاث انواع اشتغل عليهم. اول حاجه اسمها سمبل راندوم. راندوم يعني انك انت تختار بطريقه عشوائيه، لكن سمبل راندوم معناه ان في جروب، مجموعه معينه انا حاطط تركيزي عليها وهبدا اعمل فيها سامبلنج، عارف حدودها. انما الراندوم سامبلنج ان انا عندي بوبوليشن وباخد منهم بطريقه عشوائيه لكنهم مش محددين. سمبل راندوم ان انا محدد الجروب، دي نقطه فيصليه. عندنا كمان الاستراتيفايد سامبلنج وهنفصل الكلام ازاي، والطريقه الثالثه اللي هي السيستميك راندوم. بنقول على البروبابيلتي سامبلنج بنقول عليها الاس ار اس، الراندوم سامبلنج اللي هو الار اس. الاس الاولانيه هترمز الى سمبل وهترمز الى الاستراتيفايد وهترمز الى السيستميك اس ار اس. نبدا احنا بالسمبل راندوم سامبلنج. ايه القضيه؟ انا عندي الناس دول موجودين، الجروب ده 30 واحد موجود، وانا ايه راجل باحث هبدا اعمل التجربه بتاعتي. ايه التجربه؟ والله انا هاخد اسمائهم او ارقمهم، كل واحد ياخد رقم كويس، واروح مطبق الارقام كل واحد الورقه بتاعته اروح حاططها في طبق او ايا كان او هات قبعه، وابدا الفهم وهختار عدد العينات. افترض مثلا عايز سته، مثلا هاخد ست اسماء او ست ورقات وافتحهم واطلع الاسماء منهم. السؤال المهم علشان انا نقول العينه جيده معناه ايه؟ ان اهم حاجه الحجم اللي احنا هناخده يريبريزنت البوبوليشن اللي عندنا بطريقه كويسه، 6 من 30 خمسهم يعني، تمام. والحاجه الثانيه ان يكون كل واحد في المجموعه اللي البوبوليشن الموجود ده احتماليه ان احنا نختاره موجوده، عنده تشانس ان احنا نختاره، يبقى ده اسمه جود سامبلينج، تمام. طيب الاستراتيفايد سامبلينج عباره عن ايه؟ دي مجموعه مختلطه. المختلط ده يعني كل واحد عنده حاجه كده، واحد عنده هايبرتنسف، واحد عنده ازمه، وواحد عنده مشاكل نفسيه مختلطه، كل واحد عنده لون، كل واحد بيحب حاجه. فالناس دي ناس مختلطه على بعض، عندهم تركيبات مختلفه. الاختلاط ده اسمه هيتروجينس. هيتروجينس يعني مش زي بعض، مختلفين. انما لو احنا هنصنفهم على الالوان، وهذا مثال، هنصنفهم ازاي؟ نصنفهم بالطريقه دي. دلوقتي هم نفس الجروب بس انا صنفتهم حسب الالوان. اللي انا عملته ده اسمه ستراتيفيكيشن، اسمه ستراتا. بنقول على المثال الحلو قوي بتاعها: In case of heart attack, the sign and symptoms were recorded in men and women for comparing. انا عندي هارت اتاك او عندي ازمه القلب، بتيجي للبوبوليشن. البوبوليشن ده عباره عن ايه؟ ميل وفيميل. انا ممكن اعمل ستراتا ميل وبص على السيمتومز والساين بتاعها، وستراتا فيميل. خلينا دقيق شويه، مش ستراتا، هما الاثنين ستراتا، لكن واحده فيهم ستراتم، يبقى المن ستراتم والومن او الفيميلز ستراتم ثانيه. وبقى انا كده ممكن ابدا اعمل مقارنات بين هل السيمتومز بتاعت الفيميل زي السيمتومز بتاع الميل ولا لا. فالجروبس كل جروب لوحدها بنسميها ستراتم. وبقى انا كده قلبت الجروب من هيتروجينس اللي هو كان خلطبيط على بعض الى حاجه اسمها هوموجينس بوبوليشن، تمام. الهوموجينس بوبوليشن دول انا هبدا اعمل عليهم الشغل بقى. المثال زي ما قلنا، احنا قسمنا طبعا الميل والفيميل دي تقسيمتين، اللي انا مقسمهم دول حسب الالوان. كم تقسيمه؟ 1 2 3 4 5 تقسيمات. بعد ما عملت التقسيمه الاولانيه دي اعمل السيمبل راندوم اللي انا اشتغلتها الاولانيه. اعمل ايه؟ اخد ارقام او اسماء واحطها في قبعه واختار بطريقه عشوائيه اي اتنين. حجم العينه انا عايزها كلها 10 فباخد من كل واحده اتنين. يبقى الستراتيفايد راندوم ده تركيب على بعض. بعمل الاول ستراتيفيكيشن او بخلي الجروب بقلبه من هوموجينس، من هيتروجينس الى هوموجينس، وبعد كده اطبق عليه السمبل راندوم سامبلينج.
systemic random sampling. يعني ايه بقى systemic؟ systemic دي حاجة بطريقة منظمة، هاخد العينات بطريقة فيها تكرار، بنسميه احنا ايه؟ fixed number. fixed number every case. انا هوضح الكيس دي يعني ايه. الكي هو عبارة عن رقم، الرقم ده لما بنقول ايه first st second nd third rd وبعدين fourth fifth، فالتي اتش الاخيرة دي هتمشي على بقية الاسماء. طبعا انا ما باخدش عينة، عمري باخد عينة واحد او اتنين او تلات، ببدأ اخد من سبعة وتمانية وتسعة عشان تطلع لي نتائج. التي اتش دي بتاع اللي جنب الكي اللي هو النقب بتاع الرقم، فانا الكي دي هو الرقم نفسه، يبقى مثلا ايه 11th 12th 13th 19th. طيب الكي دي اطلعها ازاي؟ الكي دي عبارة عن الجروب او البوبوليشن بتاعي عدده كام على عدد العينة. الان الصغيرة دي الان الكبيرة عدد البوبوليشن كلها اللي انا هشتغل عليه، والان الصغيرة عدد السامبل اللي هاخدها. انا عندي دول 30، يبقى البوبوليشن بتاعي 30 وانا قررت اخد 6، يبقى الكي بتاعي بيساوي كام؟ 30 على 6 بيساوي 5. 5 ده هو السيستميك نمبر اللي هشتغل عليه. يعني ايه بقى؟ انا كل 5 اعداد هختار واحد. انا هرقم، هنرقم الايه العينات. انا هاخد 6، احنا متفقين 1 2 3 4 5 6 خلاص، علشان ما اظلمش حد ويبقى كل الناس دي عندها اختيار او عندها احقية ان انا اختارها في السامبل. فرقم خمسة ده يعني مثلا هاجي من اول واحد اللي هو الازرق ده اولاني ده، هنعمل فيه ايه؟ وهنقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لغاية تلاتين، ده واحد وده تلاتين، تمام؟ كل خمسة واحد اتنين تلاتة، انا هختار الاولاني ده وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والتاني ده وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة التالت وهكذا. انما في قضية هنا مهمة قوي، لو انت قررت ان هتبدأ الترقيم من الاولاني ده، يبقى انت من الاول ما بتديش تشانس للتاني والتالت والرابع دول انهم حد يختارهم. ليه؟ لانك هتبدأ من رقم واحد، يبقى انت لازم علشان دول يبقى عندهم فرصة انهم يختاروا في العينة، لازم نعمل سيمبل راندم اختيار سيمبل راندم ل الارقام اللي هاخدها. انا عندي رقم خمسة مش كده، خلاص انا هاخد كل خمسة، بس هبدأ منين؟ هل من الاولاني؟ من حق اختار من الاول للسادس، يعني اختار يا ده يا ده يا ده لغاية هنا لغاية السادس ده، اي واحد فيهم ممكن اختار ابدأ فيه. يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل درو، اعمل سيمبل راندم للرقم ده، اخد ورقة احط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة احطها في ورقة واختار هبدأ بأنه رقم، ولما هبدأ خمسة خمسة. فمثلا ايه، وده طبعا هو ده المبدأ اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو give each thing an equal chance of being selected. فمثلا ايه، انا هختار من اول واحد. دلوقتي الكي اللي طلعت لي انا خمسة، رقم خمسة اللي هو المسافات، وهبدأ بخمسة، فده اول واحد اختار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام؟ وده التاني التالت الرابع الخامس والسادس، ادي الست عينات اللي انا هاخدهم. انا قلنا ستة وقلنا الفرق بينهم خمسة، ولما اخترت اني هبدأ من الاول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الاختيار بتاع الاول ده معتمد على ان عملت سيمبل راندم للارقام اللي موجودة. انا بفكركم بس سيمبل راندم الارقام اللي موجودة اللي هنا دي من واحد لستة عملتهم اختيار سيمبل راندم، وبالتالي بدأت طلع لي واحد فبدأت من واحد، تمام؟ لو طلع لي تلاتة مثلا هبدأ من تلاتة وعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يبقى ده معايا اول واحد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اتنين وهكذا. يبقى دول اللي طلعوا لي في العينة. يبقى انا كده الجزئية بتاعت اني لازم اختار السيستم بتاعي، خلاص انا اخترت ان هو الفرق خمسة، ممكن يبقى فرق تلاتة، ممكن يبقى فرق اتنين، ممكن يبقى فرق يبقى 18، مش الكي ما فيهوش مشكلة. لكن المشكلة ان انت بعد كده عدد العينة انت واخدها هتحطهم قدامك، افترض العينات مثلا 18، هتحط ال 18 دول ارقامهم هتحطهم
في قبعه وتبدا تختار واحده فيهم علشان تبدا من عندها السيستميك سامبل. ارجو ان تكون دي جزئيه واضحه يعني. هنكمل بقى النون بروبابيلتي سامبلينج ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.